أعطي الكلمة الآن إلى نبيلة منيب أمينة عامة لحزب الشراكي الموحد. السلام عليكم، تحية للحضور الكريم، تحية لمناضلات ومناضلي المغرب الكبير، تحية خاصة للمناضل الكبير والمجاهد السيد محمد بن سعيد أيتي الدر الذي كلما ذكرنا اسمه جعلنا نفتخر بكوننا مغاربة ومغاربيون. فطلب مني أن أتقدم بشهادة متواضعة حول تجربتي المغاربية. فبالطبع المغرب الكبير، مغرب الشعوب، هو حلم أجيال ولكن كذلك أمل متجدد، خاصة في إطار نهضة الشعوب التي تعرفها منطقتنا المغاربية، التي تطمح إلى التحرر من كل أشكال الاستبداد والفساد، والتي ترى بأن هناك إمكانيات جديدة متاحة لبناء التقدم، لبناء المواطنة الكاملة، للبناء الديمقراطي ولبناء الكرامة في منطقتنا المغاربية. فبالطبع عشت في الجزائر 3 سنوات وكنت أشعر بأنني داخل أهلي وأحبابي، رغم أنني عشت المسيرة الخضراء وعشت كذلك المسيرة السوداء التي كانت نظمت من أجل طرد ما يقارب من 500,000 مغربي من الجزائر. فهذه المسألة هذه زادت من وعي بأنه هناك إمكانية، ولكن هناك حكام يريدون أن يقنعوننا بأن لا إمكانية في البناء المغاربي، حكام مستبدون يخدمون مصالحهم ويلعبون دور الشرطي بالنسبة لمصالح دول أكبر. فبالطبع كنت ألمس بأن النضال كان ولا زال مستمرا، وأن هناك نضال مشترك ما بين المغاربة والجزائريين من أجل التقارب. زرت تونس كذلك عدة مرات، أول مرة كانت في إطار المشاركة في لقاء مغاربي عنوانه مغرب كبير من أجل بدون مغرب كبير بدون سجناء سياسيين، وعيا بالطبع من مناضلي هذه المنطقة كلها بأن الحرية هي أم كل الحقوق. بالطبع عند وصولي إلى تونس استقبلني وفد من الحقوقيون وكانوا كلهم يعانون من جروح ومن آثار قمع شديد، لأنهم قاموا بمناصرة الحقوقي المعروف محمد عبو الذي كتب رسالة آنذاك كان يقول فيها بأنه كتونسي يرفض أن يحضر إلى تونس الشارون رمز الصهيونية، وأنه رغم كل هذا يعتبر بأن شارون أحسن من بن علي، لأن بن علي يقمع شعبه في حين أن شارون يقمع شعبا آخر كي يعيش شعبه في كرامة. فبالطبع كانت هناك نضالات وكان هناك تكامل في نضالاتنا، وناضلنا في المغرب لنعزز حركة 18 من أكتوبر في تونس، وكل هذا إن عبر عن شيء فإنما يعبر على أن نضالاتنا من أجل التحرر ومن أجل بناء مجتمعات الكرامة وحقوق الإنسان كانت دائما مستمرة، وأن الأمل اليوم يتجدد أكثر مع حركة الربيع الديمقراطي الذي تعيشه كل هذه المنطقة، والذي انطلق من تونس لتهب رياحه على المنطقة ويصل إلى المغرب عبر حركة 20 فبراير المباركة. حضرت كذلك لقاء آخر في تونس نظمته النقابة الوطنية للتعليم العالي حول مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، ورأينا كيف أننا بسهولة كبيرة استطعنا أن نؤسس لاتحاد مغاربي، حيث أنه عندما تتم مخاطبة العقل كل شيء يبقى ممكنا، وأن البناء يبقى ممكنا وسهلا. فبالطبع التعاون جنوب جنوب بين في محطات عديدة بأنه ربما
يشكل المستقبل لنهضة شعوبنا ولاعتمادها على البحث العلمي. بالطبع لدينا كفاءات هائلة في الفضاء المغاربي، ولكننا نفتقر إلى حد الآن إلى سياسة فعلية لتطوير البحث العلمي في بلداننا. فبالطبع في كل محطة كنا نشعر كمغاربة ومغاربيون بأن تطلعاتنا واحدة وبأن إمكانية البناء المغاربي متاحة. فبالطبع إذا كان اليوم الربيع الديمقراطي يشكل محطة حاسمة يجب أن نستثمرها في المضي قدما وبوتيرة أكثر نحو هذا البناء، فإن بالطبع كل هذه الشعوب أبانت بأنها مستعدة للبناء الديمقراطي. ونحن نظن بأن بناء فضاء مغاربي يشكل فضاء للعيش الكريم وللتقدم لهذه الشعوب، المدخل الأساسي له يظل هو البناء الديمقراطي، هو بناء المواطنة الكاملة داخل هذه الشعوب. فبالطبع لا بد لنا اليوم أن نخطط وأن نعمل بشجاعة أقوى وليس فقط بالحماس من أجل التقدم في الطرح والوضوح في التصور، لنجعل بناء مغرب الشعوب حقيقة في إطار من التكامل والتضامن والتعاون. فبالطبع هناك وعي متجدد ومتقدم، هناك كذلك إمكانية العمل المشترك التي هي متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأننا اليوم نعيش ونرى بأن هناك أزمة مالية عالمية غير مسبوقة، وأن الأحادية القطبية أصبحت تتقدم نحو قطبيات متعددة. وفي هذا الإطار لا بد لنا كشعوب في هذه المنطقة أن نعي بدورنا في تأسيس قطبية مغاربية كبيرة تؤسس وتقوي البناء الديمقراطي في بلداننا، تحقق المواطنة المغاربية وتحقق المصلحة العامة للشعوب والتقدم في كل هذه المنطقة لشعوبنا، خدمة لحاضرنا ومستقبلنا ووفاء للتضحيات الجسام التي تقدمت، وكذلك لهذه الروح النضالية التي أبان عنها شبابنا وشاباتنا في كل هذه المنطقة المغاربية والتي فتحت باب الأمل على مصراعيه. فلنتقدم بشجاعة، وشكرا لكم.